لكن هرجع كمان لدور كابتن سيد الاداري ومن خلال المستر محمد كامل ما قال، انت حسيت ان احنا فعلا اللعيبه محتاجه انها تتقفل عليها بشكل يمكن اكتر شويه من الفترات اللي فاتت، لاهميه مباراه، لاهميه المباراه التاريخيه ديت، للاجواء المحيطه اللي انت خفت اللعيبه تخش في اجواء تخرجها شويه التركيز. بص، يمكن طبعا يمكن خلال شغلك الاداري عامه في مفهوم الواحد بيشتغل بيه، اللي هو ان انت بتحط اجواء صحيحه او سليمه للجهاز الفني واللعيبه، ان هم يبقوا مرتاحين مبسوطين، بتحاول تعمل طاقه ايجابيه حواليهم. لكن برضو عشان ما نعديش الخطوه دي، لان هي البطوله الاقوى والاعظم والاكبر، يعني عايز اتكلم على الراجل نفسه طبعا. الراجل من عاده الواحد اشتغلت مع مدربين كتير، لكن هو كمان سهل لك الدنيا خالص على الاخر اول ما جه، يعني معرفته باللعيبه وامكانياتهم وتواصله معاهم وطريقه تعامله مع اللعيبه، الرصيد اللي بيعمله عند اللعيبه ده مهم جدا جدا عند المدير الفني، فعامله بشكل رائع جدا. يعني من اول ما كانت فكره كابتن محمود الخطيب التعاقد مع موسيماني والدخول بشكل سريع، خلي بالك هو جاي يوم 2/10، ده يحسب لمجلس الاداره طبعاً. كابتن سيد، ويحسب للكابتن محمود الخطيب ان احنا ما حسيناش او الجماهير ما حسيتش ان في جاب ما بين انتقال لعيب او مدرب، معرفته ووجود مدرب على مستوى عالي جدا. هو جه يوم مسك اول تمرينه كانت يوم 2/10 بالظبط، يوم 4/10 كان عندنا ماتش المقاولين على فكره، صحيح، يوم 7/10 كان عندنا انبي، يوم 11/10 كان عندنا بيراميدز، يوم 17/10 كان عندنا الوداد. انت بتحضر لحاجات في فتره قليله جدا، بتعمل رصيد جامد جدا. لما تيجي تتكلم مع اللعيبه دلوقتي ولا حاجه، يحس ان هو معاهم بقاله مثلا 4-5 شهور، صحيح، وده ذكاء يحسب له يعني جزء كبير جدا من البطوله يتحسب له، الدوافع اللي عملها اللعيبه الكبيره بشكرهم دايما جدا، الوقت اللي انت كمان بتعمل فيه شخصيه الاهلي. انا مش عايز اتكلم كتير لان هم يستحقوا، سواء الراجل او شناوي فرصه عندهم اكبر، لان هم اللي تعبوا اكتر، انت بتهيئ الاجواء الصحيحه ليهم كل حاجه، لكن هم اللي هم الحق صراحه، يعني ان هم يفرحوا بالكاس ديت والبطولات اللي جايه كمان، لان من بكره هتبدا تحضر للكاس. بس عايز اقول جمله، يعني صحيح كره القدم غداره، لكن من عداله كره القدم انها بتديك فرصه للانتقام، يعني بيبقى من عدالتها ان انت بتدي لك فرصه كمان ان انت تقابل فرق معينه، يعني كان ليها عندك يعني موقف قبل كده ولا حاجه، فبتدي لك فرصه ان انت مش عايز اقول رد الاعتبار ولا حاجه، لكن فرصه ان انت تثبت او تعدل الامور. لعبنا صن داونز لان كان عندنا بينهم وبين بيننا وبينهم حاجه، صحيح، فخدناها السنه دي، صحيح. الدور اللي بعده كان ربنا بيدي لك الماتشات ورا بعض كده، الوداد كان عندنا حاجه بينهم يوم 17، وبعد كده الزمالك كان عندنا السوبر من 3-4 شهور وما كناش عارفين نعيش يعني، فالحمد لله جات لك بطوله اكبر كتير جدا جدا مما تتخيل. فمن عداله كره القدم انها بتدي لك فرصه ان انت ترد الاعتبار او الانتقام ان صح التعبير. صحيح، الريفنش موجود في الكوره، بتبقى موتيفيشن ليك وموتيفيشن للعيبه، وبتحمس اللعيبه ان احنا ممكن يكون اخفائنا في مباراه، لكن احنا المباراه اللي جايه لازم نعوض، ودي اكيد عاده النادي الاهلي.